تسريبات النتائج الاوليه ونحن معكم تباعا. الان يصل محمود المشهداني الى 151 بحسب العاجل الان على اسفل الشاشه، اذا يتقدم السيد محمود المشهداني بفارق جدا كبير يقربه من مطرقه البرلمان العراقي، على ما اعتقد بانه يجب ان يحصل على 166 صوتا، اذا اصوات قليلة ليحصل عليها السيد محمود المشهداني حتى يمسك مطرقة البرلمان، كما نشاهد هذه الوقائع وقائع جلسة أو الجلسة الأولى أو الجولة الأولى فعليا، إذا وصل السيد محمود المشهداني إلى 151 صوتا والعيساوي على 85 صوتا. إذا السيد طالب يعني السيد محمود المشهداني هو الأقرب فعليا لمسك مطرقة البرلمان. كيف من الممكن للسيد محمود المشهداني اليوم ان يبدا ومن اين سيبدا اذا ما فعلا كان هو رئيس البرلمان العراقي